طبعا انا احب اقول حاجه واحده، يعني رامز ده حبيب قلبي واخويا الوحيد، ابويا الله يرحمه او ابونا ربانا وغرس فينا من طفولتنا حبنا وعشقنا لبعض، فطلعنا احنا الاثنين بنموت في بعض انا ورامز. فانا ما احبش يعني استاذنكم، ما احبش النجاح اللي فيه المسلسل واللي انا فيه يبقى اداه للهجوم على رامز، لان رامز فنان نجم محبوب مش في مصر بس، في العالم العربي كله. شهرته كمان تجاوزت العالم العربي لدول أوروبية وأمريكا. فرامز نجم كبير، وهو بيعمل لون معين من ألوان زي بتقولوا إيه البرامج أو كده. هو بيعمل برنامج وأنا بعمل مسلسل، مفيش وجه مقارنة. بيعمل برنامج العالم كله بيقدم هذه النوعية من البرامج، حتى في مصر في كذا برنامج للمقالب، نجوم كبار جدا وأساتذة في تاريخ الفن قدموا برامج المقالب، كاميرا الخفية زمان أو ما سمعنا عنها. فهي مش حدث. انت بقى ما بتحبش النوعية دي براحتك، ما في ناس ما بتحبش مثلا تتفرج على ظل الرئيس، تحب تتفرج على مسلسل تاني كوميدي او لون تاني، فدي أذواق. لكن رامز انا بحيي ده اكل عيشه، يعني ده شغله ده اكل عيشه. فانا ما اقدرش اقول ناس تزعل منه، ناس هو بيصالحهم بيراضيهم، انا كمان ببتدي ان انا يعني اراضي الناس، لكن في النهايه هم كل اللي بيصوروا معاه بيحبوه، بدليل ان الحلقه بتتذاع وهما بيبقوا مبسوطين. فانا بالنسبه لي مش شايف مشكله في الموضوع، مش بشارك لان انا ما بظهرش في البرامج بشكل عام. زي ما قلت لك انا مش متحدث لبق قوي، او شايف في نفسي ان انا مش متحدث لبق. البرامج والاعلام بيلعب على الحراق، بيلعب على السبايسي، وانا ماليش في الجو ده. يعني انا راجل بحترم نفسي، بحترم شغلي، بحب اعمل بعمل المهنه اللي انا بحبها وتربيت عليها. انا خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه دفعه 90 والاول على دفعتي، وبحترم شغلي قوي بحبه. واتولدت اتنفست فن لان كان والدي مخرج مسرح، كانت فسحتي ان انا اروح معاه المسرح، كنت بقعد في الكواليس مش في الصاله زي المشاهدين العاديين. فخرجت حبيت المهنه، منفعل بيها، متعتي لا في النجومية ولا في إن الناس تشاور عليا في الشارع ولا في المادة، متعتي في إن أنا أخرج الطاقة اللي جوايا اللي أنا حاسس بيها ناحية مهنتي، أخرجها للناس. إن أنا أمثل دور في فيلم، دور في مسلسل، بحس بمتعة شديدة وأنا بعمل شخصية، وبحس إذا كنت أنا مقصر ولا مش مقصر. يعني أنا ببقى، وبعدين إحساس بالخجل ده انا بعتبره مش عيب، احساس بخبل فيه. يعني مثلا انا ساعه اللي هو السنس اوف شيم، ان انا لو انا الساعه دي انا لازم ابقى انا قبل ما ابيعها لك لازم انا ابقى متوقع انك ممكن تبص فيها كده تطلع غلطه فتحرجني وتكسفني. لا، انا ما اقبلش انك تحرجني، يبقى لازم اتقن عملي، اعمل لك الساعه على اكمل وجه عشان اديها لك كده تقول لي برافو. الكلمة دي بتبقى دايما بترن في ودني او دايما جوايا، ان انا لما باجي اعمل دور او عمل ما احب ان انا اتقنه علشان اللي قدامي ما يلومنيش ما يحرجنيش، فبالتالي ما احسش بالخجل.